صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو ميد. البدايه ببطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وين فاز البارح النجم الرياضي الساحلي في قمه الجوله على النادي الافريقي بنتيجه هدف مقابل صفر في مباراه تحتضنها ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسه لحساب منافسات الجولة الثانية من البطولة. هدف الإتوال الوحيد جاء عن طريق ياسين الشيخاوي في الدقيقة الثانية من المباراة. وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة الأولى، انتهاء حوار الجنوب التونسي، إذا كان النجم نقوله، بين النجم المتلوي واتحاد بن قردين بالتعادل السلبي، واكتفى الفريقان بنقطة واحدة في أول ظهور لهم الموسم هذا. مواصلين مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى. نذكر المقابلات وأطوار الجولة الثالثة باش تكون إن شاء الله على يومي السبت والأحد 30 و 31 أكتوبر، ودون حضور جمهور للأسف. نمشي للتفاصيل. البداية بالمجموعة الأولى نهارة السبت 30 أكتوبر، السيابي باش تكون في مواجهة الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي، وأمل حمام سوسة يستقبل نادي حمام الأنف بإدارة الحكم مجدي بالحاج علي. الزوز مقابلات يتلعبوا ساعتين ونص. كيف نهارة الأحد 31 أكتوبر ساعتين ونص، اتحاد بن قردين باش يواجه النادي الرياضي صفاقسي بإدارة الحكم محمد الفني، واتحاد تطاوين يستقبل النجم المتلوي بإدارة الحكم باديس بن صالح. المجموعة الثانية نهار السبت 30 أكتوبر في الشابة، هلال الشابة يواجه أولمبي البيجي بإدارة الحكم يسري بوعلي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل مستقبل الرجيش بإدارة الحكم أيمن النصري. زوز مقابلات يتلعبوا الساعتين ونص. ونهار الأحد 31 أكتوبر في الملعب حمادي العقربي برادس، النادي الافريقي باش يواجه مستقبل سليمان بإدارة الحكم هيثم القصعي، والاتحاد الرياضي المناسيري يتقابل مع الليتوال بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. بالنسبة لزوز مقابلات باش يتلعبوا الأربعة ونص. بعد ما أسدل الستار البارح على الدور الأول من البطولة العربية لكرة اليد المقامة في مدينة الحمامات، نعطيكم النتائج الخاصة بالقرعة الدور الربع النهائي اللي باش تكون مواجهة. هي المقابلات الكل يتلعبوا إن شاء الله نهار 30 أكتوبر نهار السبت. مكارم المهدية باش تكون في مواجهة رجاء أكادير المغربي، الترجي الرياضي التونسي يتقابل مع العين الإماراتي، جمعية الحمامات تستقبل الغرافة القطري، والوكرة القطري يتقابل مع أمل سكيكدا الجزائري. الختام أهم المواعيد في أوروبا، في الليغ 1 الفرنسية قمة بين باريس سان جيرمان وليل بداية من 8 متاع الليل، وفي البوندسليغا الألمانية قبلها بنص ساعة 7:30 هوفنهايم تتقابل مع إرتا برلين. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.